ازيكم يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير. قبل ما نبدأ قصتنا يا ريت تصلوا على الحبيب قلبك يطيب، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبنعتذر على الصوت لأن معلش محمد تعبان شوية، ادعوا له. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. رجع محمد من شغله في وقت متأخر وقعد يدور على جنة في مدخل الشقة وما لقاهاش، ودخل يغير هدومه وفتح النور لقى جنة قاعدة على السرير، ولقى عينها حمراء ووشها أحمر من شدة العياط وشعرها منكوش. وقرب منها محمد بلهفة: مالك يا جنة؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ بصت جنة لمحمد بصة اللي يشوفها يقول إنها عايزة تقتله، وهنا تملك القلق قلب محمد وقال: رد عليا يا جنة، مالك في إيه؟ أنت هترجعني مصر أنت؟ مستعجلة على إيه؟ أفضل لك وأفضل لي رجعني مصر. إيه اللي حصل يا جنة؟ فهميني. أنت بتسأل عن اللي حصل؟ أمي ماتت وأنت السبب. لو ما رجعتنيش مصر أنا هقتلك، أنا بكرهك. فهم يعني إيه بكرهك؟ اتصدم محمد من اللي سمعه من جنة وضمها إليه وقال لها: إيه دي يا جنة؟ أكيد في غلط، أنت متأكدة من اللي أنت بتقوليه ده؟ ابعد عني ما تلمسنيش، رجعني مصر، رجعني مصر. أنا عمري ما هسامحك، أنت أكتر واحد جرحتني وألمتني ووجعتني وكسرتني وكسرت أهلي. أمي ماتت بسببك وبسبب كسرتك ليا ولها. أمي ماتت وفاكرة إن بنتها زنت. يا ترى كانت زعلانة مني ولا زعلانة عليا؟ كان نفسي أحضنها، كان نفسي أقول لها إنها كانت أحن واحدة عليا في الدنيا، كان نفسي أقول لها إن دلوقتي خلاص حسيت ما بقاش لحياتي لزوم. آه يا أمي آه. دمعت عين محمد وخلاها تطلع كل اللي جواها، ومحمد كان نفسه يواسيه على جرحها اللي هو سبب فيه. تعرف ان انا كرهت اخويا سيف ده وبتمنى اخد بطاري منه لانه السبب في وجودي هنا دلوقتي. بس خد يا باشمهندس محمد الحياه المره، انت زيك زيه وبالعكس ابشع منه. اه والله زي ما بقول لك كده، هو سرق واغتصب، وانت كمان سرقتني من اهلي واتهمتني في شرفي وكسرت اهلي وسرقت سعادتهم وقتلت امي، قتلتها وانا مش هسامحك. بكره ترجعني مصر ومش عايزاك معايا، ما بقتش محتاجه احسن صورتي قدام حد. هروح انام تحت رجلين ابويا واطلب منه السماح، ولو حب يقتلني يبقى عامل فيا معروف. عارف ليه؟ نار ولا جنتك، ربنا ينتقم منك على كل اللي عملته فيا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. جنة رد عليا. الو احمد. ايه يا عم حد بيتصل؟ احمد ارجوك، جنة اغمى عليها، تعالى لي حالا. اهدى دقايق وهكون عندك. نام محمد جنب جنة قاعد يفكر في كلامها له. كل كلمة قلتها عندك حق فيها، فوقي بس وانا اعمل لك كل يعني لو حتى على موت. فوقي يا جنة، انا بحبك والله العظيم. يمكن قدرنا وظروفنا القاسية جمعتنا، بس يمكن ربنا اراد كده عشان نتجمع. كنت لسه النهارده بتخيل اخدك مصر وعامل لك فرح كبير زي ما كل بنت بتتمنى، وابدا معاكي حياة جديدة. بس مش عارف القدر ليه معايا. تعالى يا احمد اكشف على جنة. حصل ايه يا محمد؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ واضح ان عندها انهيار عصبي. فعلا كانت منهارة، عرفت النهاردة ان امها ماتت. بس عرفت منين وازاي؟ محمد ساب احمد يكمل كشف على جنة وراح قاضة مكتبه وفتح درج من الادراج اللي كان حاطط فيها الموبايل وفتحه، ملقاش علاقة اتصالات بينها وبين اي حد. وفتح الكمبيوتر وقعد يراجع في سجلات الكاميرات ونادى عليه احمد: محمد. ايوه. شوف يا محمد، مراتك محتاجه هدوء اعصاب، فحاول تحتويها. انا اعطيت لها مهدئ خفيف كده علشان انا شاكك في حاجه كده، على ما تفوق ونتاكد. شاكك في ايه؟ طمني. ايه ده يا عم انت عامل لي كده؟ هي ما قالتش لك ولا ايه انها حامل؟ لا ما قالتش. هو ممكن يعني ممكن ايه؟ بتقطع عليه كده انت؟ ممكن الست تحمل يعني من مرة واحدة بينها وبين جوزها؟ ممكن طبعا، وبتحصل كتير كمان. طب اتأكد يلا. خلاص لا سعد منك، ما ينفعش لما تبقى تفوق، وممكن تعمله في البيت عادي باختبار منزلي. اتصرف يا احمد واعرفني دلوقتي، شوف طريقة تانية قبل النهار ما يطلع. عندي حل تاني وهجيب لك التحاليل بعد ساعتين، بس بشرط انا وجمانة نلبس الدبل. خطوبتكم اخر الاسبوع، اخلص بقى. وفرح احمد بموافقة محمد واخد من جنة عين الدم فحونا وخرج. استنى مني مكالمة بقى يا مناسب.
ويتأخرش عليها يا أحمد. حاضر. سلام. ودخل محمد الحمام وتوضى، ودخل أوضة مكتبه وقعد يصلي ويسجد ويرمي كل همومه بين ايدين ربنا. وبعدها حس ان همومه خفت، والسبب في كده انه بعيد عن ربنا، ودعا ربنا ان يحفظ له جنة ويختار له الخير، ودعا كمان ان الحمل يكون حقيقي علشان يكون رابط بينه وبينها الى الابد. ودخل محمد عليها ولقاها نايمه، وقرب منها وقال لها انا هعمل المستحيل علشان تسامحيني وتفضلي جنبي، وهستحمل اي حاجه منك، وهصبر لو لاخر عمري لحد ما نعيش سوا ونكمل حياتنا. ولو احمد جاب البشره يبقى ربنا اعطاني الاشاره اني ما سبتيش تسافري وتسيبيني. وافتكر فجاه الكاميرات، ودخل المكتب وفتح اللاب، وكانت عينه هتخرج لما شاف هشام اجى بعد ما خرج بساعه. وساعتها عرف ان هو ورا كل حاجه حصلت، وهو اللي قال لها على خبر وفاه امها، واجى في باله ان من الممكن تكون امها عايشه وهو اللي عايز يوقع بينهم. الو هشام، فين يا احمد؟ في السكن ولا عنده شغل؟ لا نايم بيشخر في السكن، مش حد يقلق منامه. زيك يا عم الرضيع كده، تقفل في وشي. ماشي. راح محمد السكن اللي فيه هشام ورن الجرس شويه لغايه ما فتح وضرب هشام وقال له اعلمك يا ازاي تتهجم على بيوت الناس ورجالتها مش موجوده، واللي انت بتعمله مش تعدي يا محترم. عندك حق، ما ينفعش اتعدى على حرمه زيك، وتحترم نفسك يا محمد واعرف انت بتقول ايه. وانت احترمت نفسك لما رحت لمراتي بيتي وانا مش موجود؟ جوازه مؤقته والحق هيرجع لاصحابه. حق ايه يا؟ وما حافظتش على الحق ده زمان ليه؟ الحق اللي بتتكلم عنه ده حقي انا، وهيفضل حقي طول العمر. وافهم يا اقذر خلق الله ان كذبتك عليها بموت امها دي مش هتخيل عليا. لا يا نوك، ده انا اقسم بالله زي ما جبتك هنا هرجعك مصر واخليك تشحن، واعرفك انك مش قد محمد المكاوي. انا ما كذبتش عليها. انت ممكن بسهوله تتاكد من كده عن طريق حد من معارفك في مصر. وانا كنت بعت في جنه بحكم العشره، ومعرفش انها ما كانتش تعرف. ما تجيبش سيرتي على لسانك، واقسم بالله لو قربت منها تاني لهمحك من على وش الدنيا. وفضل هشام متغاظ وقعد يمشي في الاوضه، وبعدين اتصل بام محمد. عجبك كده اللي ابنك عمله ده؟ انا سكت عشان خاطرك. ايوه، عرفتها ان امها ماتت وانهارت واغمى عليها وفوتها، واطمنت عليها وسبتها. خفت ابنك يجي وانا هناك. ايوه فهمتها كل حاجه، وعرفتها ان امها ماتت بسببه، وانها ما عرفتش ينفع تعيش معاه. بس المشكله ابنك حطني في دماغه وممكن يقطع عيشي هنا. ما تقوليش ما يقدرش، فهو اكيد زي ما جابني ممكن يرجعني. انت يا حاجه شوفي لك حد غيري، انا ما صدقت لقيت فرصه شغل زي دي. ابعديني عن حياتكم. سلام. ماما، انت جاي بتعلي صوتك عليا ليه؟ ام جنة ماتت ولا ده فيلم عاملاه مع الولد هشام؟ اتكلم باحترام وما تقولش الفاظ دي قدامي يا باش مهندس يا محترم. رد عليا لو سمحت يا امي، انا عارف انك ما تكدبيش. ايوه ماتت فعلا، تاني يوم دخلتك على ست الحسن. ارتحتي؟ نار انتقام خمرت دلوقتي. اظن خلاص بقى، أدينا كنا السبب في موت أمها. أخدت طارق؟ هون على نفسك يا ابني، إيه اللي عمل فيك كده؟ أنت يا أمي لو كنت بلغت عن الكلب ده يومها ما كانش بقى ده حالي. خسرت نفسي يا أمي، بقيت شخص معدوم الإنسانية، دمرت عيلة كاملة علشان غلطة عيل قذر زي ده. بقيت في نص الطريق تايه، لا عارف أكسب الإنسان اللي حبيتها ولا قلب مطوعنا اخسرها. اتدمرت يا امي، اتدمرت. كل حاجه هتتصلح يا محمد، بس ما تعملش في نفسك كده. ادخل نام في اوضتك، انت تعبان، ما تسوقش بالليل. الحل بايد ربنا، لسه خيط واحد متعلق بيه يصلح كل حاجه، وبتمنى ربنا ما يخذلنيش. ادعي لي يا امي. انا ماشي لان جنه عندها انهيار ونايمه بالمهدئ.
خلي بالك يا محمد، خلي بالك من نفسك يا ابني، وربنا يكتب لك اللي فيه الخير. ومشى محمد وخرجت جمانة مربعة ايدها. اظن انا من حقي دلوقتي افهم بقى كل حاجة في حلقة الغموض اللي عشناها من يوم ما ظهر الجنة في حياتنا. واثناء عودة محمد بالعربية اجى اتصال من احمد. الو، ايوه يا احمد طمني. اظن اتفقنا على الخطوبة مقابل ان نعمل التحاليل لمراتك مش مقابل النتيجة، فما تظلمنيش بعد ما عشمتني. اخلص يا كبل وقول لي ايه النتيجة بتاعت التحاليل. النتيجة هي. وبكده خلصت حلقتنا، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم. سلام.